بتكلم على الماتش اللي جاي امام الشرطه الكيني، ماتش الاياب. نصايحك ايه لمستر جوميز الماتش اللي جاي؟ وشايف ان هو يثبت التشكيله للماتش اللي جاي ولا يجري بعض التغييرات او بعض التعديلات؟ لا، هو طبعا لازم يبدأ بالاساسيين، الفريق الاساسي، ولو حصل ان في سكور يعني مثلا 3 4 ان شاء الله، يعني بامر الله ممكن يجهز ناس مثلا محتاج في ماتش الاهلي سكور ان هو يسجل اهداف، يسجل اهداف في 3 4 ثلاثة أربعة مثلا، او يعني 3 كويس جدا يعني مثلا، فيقدر يحط ناس اللي هو ممكن عايز يشغلها في المستقبل يعني، ويريح ناس تانية. بفهم قصد حضرتك، يعني انت تقصد انه في بدايه المباراه يسجل ثلاث، لا لازم يبدا بالفريق الاساسي، بالفريق الاساسي كل ويسجل الناس. اهداف. هم ما هو لازم اللعيبه دي هتنزل عشان تشتغل يعني. لكن مثلا هو يبقى الزمالك كسبان ان شاء الله مثلا 1-0 او 2-1، وبعدين يعمل يجري تغييرات بقى. لا ما ينفعش. لا من لازم يحافظ 3-0 يعني الفريق مسيطر وجايب جوال كتير يعني، بالظبط. لازم يغير زي ما هو عايز، يجهز الناس اللي هو عايزها في عشان الماتش اللي بعديه. الماتش اللي بعديه، وممكن يريح ناس. مع عبد الله ده اما بيلعب 90 دقيقه برضه انت لازم تريحيه 10 دقائق ربع ساعه كده عشان يلعب الماتش الثاني يعني. عبد الله ونجوم كتير برضه اكيد، زيزو، محتاجين شيكابالا، زيزو، شيكا، كل الناس اللي هم وعمر جابر. بالظبط.